وهل بذلك تبددت المخاوف الروسية بعد نجاح يمكن أن نطلق عليها نجاح أول سفينة محملة بالحبوب التي وصلت منذ قليل إلى إسطنبول وبدأت بعمليات التفتيش؟ صلاح، في الواقع موسكو رحبت ببدء تنفيذ ما يسمى باتفاق الحبوب، لكنها أيضا عبرت عن أملها بأن يلتزم الجانب الأوكراني بعدد من نقاط أو بنود هذا الاتفاق والمتمثلة في حماية حركة السفن والموانئ في المياه الإقليمية الأوكرانية. لكن ما تركز عليه روسيا في الوقت الراهن هو الجزء الثاني من هذا الاتفاق، خاصة وأنه يعنى بمذكرة وقعت بين روسيا والأمم المتحدة حول مصير العقوبات الاقتصادية المفروضة على صادرات روسيا من القمح والأسمدة. الخارجية الروسية قالت بأن الاتفاق الموقع في إسطنبول لا يجب تجزئته، وكذلك عبرت عن أملها بأن يلتزم الأمم المتحدة بالوفاء بالوعود التي أطلقتها في إسطنبول وبمذكرة التفاهم التي وقعت بين وزير الدفاع الروسي سيرجي شيغو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. هذه الاتفاقية التي ترى فيها موسكو بأنها ستسهل عملية نقل صادرات الحبوب والقمح من الجانب الروسي وترفع جزء كبير من العقوبات الاقتصادية المسلطة على قطاع الحبوب وعلى الأسمدة في روسيا. موسكو حذرت الغرب من مغبة عدم تنفيذ الجزء الثاني من هذا الاتفاق، وإلا فإن العالم سيحرم بحسب التعبير أو العبارات التي اختارتها الخارجية الروسية في حال عدم الالتزام بالجزء الثاني من هذا الاتفاق، سيحرم العالم من عشرات الأطنان من الحبوب الروسية.